أرحب الآن بزميلتي الكريمة دانا أبو شمسية من القدس المحتلة. مرحبا بك يا دانا. الإسرائيليون يعرفون أنه يكذب، أليس كذلك؟ بالفعل، وهنالك انعدام ثقة واضح ما بين الحكومة الإسرائيلية وبين الشارع الإسرائيلي الذي أصبح يخرج في تظاهرات تشكل مسلسلا يوميا. كنا نتحدث عن تظاهرات يوم السبت بعد خروج السبت وفق الديانة اليهودية، نحن نتحدث اليوم عن سلسلة من التظاهرات، عن ارتفاع قاعدة الاحتجاجات، وهذا يترجم على أرض الواقع في استطلاعات الرأي التي نشرتها هيئة البث الرسمية قبل قليل، تقول فيها أن 50% من الإسرائيليين لا يرون أن نتنياهو مناسب لإدارة رئاسة الوزراء حتى في أثناء الحرب، بل أن 53% من الإسرائيليين أيضا يؤيدون انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، مقابل 29% فقط من الإسرائيليين يؤيدون استمرار تموضع جيش الاحتلال في هذا المحور. أي أن نتنياهو الذي يروج إلى تزمت مواقفه بأنها أهداف استراتيجية وأهداف عسكرية، ما هي إلا أهداف أو خطط تكتيكية عملية لربما يحاول من خلالها التزمت في مواقفه، حتى يقال فيما بعد بأنه قدم تنازلات إلى الشارع الإسرائيلي، إلى المفاوضين وإلى الوساطات وإلى الإدارة الأمريكية. من يهم هذا المحور ومن يتثبت به كهكذا مواقف من خلال تصريحات متتالية متشابهة في مضمونها، لا يمكن له أن يسيطر على هذا المحور بعد 8 أشهر من الدخول البري العسكري. وهذا ما انتقده سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية ذاتها وتحدث لا يطرحون يدانا الفكرة البسيطة جدا أنه هناك اتفاقات بين دولتين بشأن هذا الشريط، اتفاقات رسمية بين دولتين. بالفعل، وهذا هو نتنياهو، اعتدنا عليه أن يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، لذلك لا استغراب من هكذا تصريحات، وخاصة عندما هوجم سواء من الصحفيين أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي أو من زعيم المعارضة أو حتى من بني جانس وإيزنكوت، حينما قالوا له قبل 19 عاما كنت وزير للمالية في داخل الحكومة الإسرائيلية حينها، وأنت ممن وقع على انسحاب جيش الاحتلال من هذا المحور، وإسرائيل متعهدة في معاهدات دولية. الرد الوقح الذي كان على لسان بنيامين نتنياهو بأنه يمكن إجراء بعض التغيرات في هذه الاتفاقيات لمصالح أمنية وسياسية، ولكن الشارع الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية وحتى اليمين منها والمعارضة الإسرائيلية يرون بأن هذا فقط مصالح شخصية أيديولوجية وسياسية لنتنياهو. نتنياهو إذا ما انسحب من محور فيلادلفيا، هذه واحدة من العراقيل التي يضعها، هذا يعني إتمام الصفقة، إتمام الصفقة يعني إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب يعني إنهاء ولايته بسبب الضغوط والتهديدات وربما التي يعني ما هو أسوأ بكثير بالنسبة له يدانا.